هاي. يعتبر الطعام جزء مهم من تقاليد كل بلد على رأس السنة، وأوقات بيتم استعماله بشكل غريب. الكولومبيين مثلاً بيحطوا 3 حبات بطاطا تحت التخت آخر ليلة بالسنة، حبة مقشرة، حبة نص مقشرة، وحبة مش مقشرة. بنص الليل بيسحبوا حبة منهم من دون ما يطلعوا. إذا سحبوا المقشرة يعني رح يعانوا من مشاكل مادية، إذا سحبوا المش مقشرة يعني رح يتمتعوا بالبحبوحة، ويلي نصها مقشر يعني حياتهم رح تكون نص نص. بإيرلندا بيضربوا المواطنين الخبز بالحيط على رأس السنة لطرد الحظ السيء وللتأكد إنه السنة الجديدة رح يتوفر فيها الخبز والطعام بشكل كافي. مين قال إنه اليونانيين بيعلقوا حبة بصل على بابهم على رأس السنة كرمز لبداية جديدة، وباليوم الأول بالسنة بيوعوا أولادهم من خلال الدق على رأسهم بهالبصلة؟ أنا قال شوفكم بكرة.